هي في الحقيقة شوف أنا سمعت صريح تاع النخيل الوطني مجيد بوكران، نظن باللي الكلام قاعد اللي يتكلم على البطولة الوطنية واللاعبين المحليين كان في مكانه. احنا اللاعب المحلي تقنيا لا لبس به، عنده مستوى، ولكن احنا نعرفوا باللي احنا نهضروا عموما اللاعبين النيفو تاعنا في الشامبيون الجزائري يلعب للبطولة مش ضعيفة ولكن متوسطة. بعض الفرق عندهم مستوى اللي يلعبوا الكأس الإفريقية ويشاركوا في المنافسة الإفريقية، ولكن تكتيكيا احنا نظن باللي ناقصين في هذا النوع. هذا السؤال التكتيكي هذا مربوط ايضا باللاعب بالمدربين في الأندية. لا لا تكوين لاعب صح كما تقول في الأندية وفي اللاعبين في الأندية. أيوة. تكتيكيا احنا ناقصين، ولكن تقنيا اللاعب الجزائري مهاريا المهارة عالية، عنده عالية، ولكن ما يكفيش اللاعب يكون تقنيا في المستوى وتكتيكيا لازم تكون كيف المستوى.